يحاول شباب وأهالي محافظة مأرب تقديم صورة مغايرة لمدينتهم وتكريسا للمعاني الإيجابية من خلال قيامهم بالعديد من الأنشطة الإنسانية خلال شهر رمضان. هنا شباب يعملون كخلية نحل وعلى مسافات بعيدة وفي مختلف الشوارع ينتشرون لمساعدة العابرين ومن أدركهم وقت الإفطار وهم بعيدون عن منازلهم. مشاريع إفطار الصائم هذا العام كادت أن تختفي أو تتلاشى من عدد من المدن، أما هنا في محافظة مأرب فهي مستمرة ويقوم عليها مجموعة من المتطوعين وبتمويل من فاعلي خير بتوزيع وجبات إفطار على المارة في الشوارع. يستفيد المئات من هذه المبادرات التي تسد رمق المحتاجين إليها بشكل يومي في تجسيد عملي لقيم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.